رشا، دائما بموسم الاعياد اهم شيء زي السفر عنا هو الحلو. أكيد. دائما نحن مطبخنا شرقي وسوري ايضا غني. في حلويات دائما بنشوفها بكل عيد، يعني اعياد الميلاد في حلويات خاصه، اعياد الثانيه المعمول، الاقراص دائما موجوده. اكيد نيرمين، اليوم هيك مثل ما عم تشوفوا على الطاوله، اليوم عندنا تشكيله حلوه من حلويات العيد، يعني كمنظره واو، يعني اكيد بشغل متعوب عليه ومشتغلينه هيك باجواء عيد الميلاد ورا السنه. صحيح. لنحكي اكثر عن اصناف الحلويات رح نتعرف اليوم عليها اكثر، ونحكي اليوم مع الشيف الياس صغيبي. يسعد صباحك. صباح. اهلا وسهلا فيك. صباح مبارك، صباح ميلادي مبارك. يسعد صباحك. لكل اللي عم يشوفونا صباح لكم. ينعاد عليك. صباح الخير. صباح الخير شيف، وميلاد مجيد لحضرتك ولكل السوريين. عم شوف هيك اول شيء بدايه اشياء حلوه، خلينا بدايه قبل ما نروح لنتعرف على هدول الحلويات، عم شوف نرمين في شغلات حتى الزينه الموجوده بقلب الصواني، هي يعني دائما احنا بنقول السنبله هي اشاره للخير. صح. وللوفره. صح. دائما تاريخيا هي القصه، شفتوا السنبله دائما بيقولوا في انه خلوا في سنابل عندكم ناشفه بالبيت قالت بتبعت الرزق، فما بعرف قد ايه اليوم هي صحيحه هي المعلومه. شيف خلينا بدايه نحكي قبل ما نفوت بدول الاكلات الطيبه، مجال عملك كشيف. كشيف بلشت كفكره شيف، بلشت او كشغل عمل شيف بلش بالامارات. تعبت على حالي لوصلت لهون، صراحه تعبت يعني حوالي 18 سنه واخذت فيهم هذا المستوى من العمل، يعني تمام. في خبره يعني. طيب خلينا كل خبرتي تقريبا اللي هلا نحن عم نشوفها كتخطيط لمشروع بسوريا هو كان بدايته بالامارات. وكل الشغل اللي اشتغلته على حالي هو كان بالامارات، يعني اكثر من سوريا. هون سوريا بلشت بال 2014 بشكل بسيط والحمد لله، يعني كل ماله المشروع عم يتوسع وعم يكبر يعني. شايف يعني باي مجال بالحياه الانسان بيتطور بيتعلم ذاتيا، خلينا نحكي بمجال عالم الطهو والطبخ بشكل عام، كيف تطورت؟ كيف انت كنت كيف نقول تحس حالك عم تتقدم يوم عن يوم؟ تمام. يعني 18 سنة سنوات كبار من الخبرة. صح. ايه هلا الإنسان أنا متأكد يعني مو لأنه أنا هلا هون، لا، كل إنسان هو إذا بيصمم لشيء بيقدر يوصل له. إذا في إرادة قوية يعني. صحيح. وخططتي لهالهدف أو لهالعمل لازم توصلي له يعني. صحيح شيف. أنا الحمد لله ما خططت يمكن لكون هون اليوم يعني، بس خططت لأني أكون فعلا مميز أو ناجح بعملي، مميز بمجالك، بمجالي بالطبخ، ومن خلال الأوتيلات اللي اشتغلت فيها بالإمارات أو الأماكن أو الشركات اللي اشتغلنا معها كان في تعدد للمصلحة، فمشان هيك أنا عندي إلمام للمصلحة. بلشت بالحلو نهيت بالطبخ بكل أنواعه، بالبارات حتى بالبار اشتغلنا، فكل انواع ما يخص بالمطبخ انا مشتغل فيها وعندي فيها شهادات وخبره. الحمد لله اني قدرت اوصل لهون. اكيد هذا النجاح اليوم مجهود، واكيد اليوم سنوات الغربه، صحيح نحن بنقول سنوات غربه، ولكن اثقلت خبرتك واعطيتك، جيت على البلد وانت محمل بكثير من الخبره. خلينا نروح لاكلات العيد اليوم. ليك على فكره بالكنترول عم يعني ما انك سمعان شو عم يقولوا لنا اليوم، كثير المنظر حلو، تفرجوا. اليوم خلينا نحكي عن هذا راس العيد. هي إلى مطلق عليها أكثر من اسم، راس العيد، راس بحليب، مرشم، راس مواد، وهي تكلفتها كثير بسيطة وبنفس الوقت يعني كل العالم وكل الشرائح بالمجتمع وخاصة بسوريا نحن بنساويها ومحبوبة، وما في عيد بيمرق بدون ما نساوي اسمه كعك العيد، يعني حتى لو ما سويت حلو لازم نساوي كعك العيد. صح. كان في شيء بسكر، في شيء ناشف. هلا هن نوعين، نوع ناشف عادي ونوع مغطوط بالسمنه. حلو. مغطوط بالسمنه والحليب ومرشوش عليه السكر او جوز. اقتصادي هذا الشيء في اليوم، يعني احنا قادرين اليوم السوريين يعيدوا اليوم يعملوا ولو راس العيد يعني، خلينا نقول. ايه اكيد
اكيد يعني كنا عم نحكي يعني انه ايه من يعني اقل شيء يعني ايه طبعا اقتصاديه يعني مقبوله التكلفه يعني في انواع كثير فينا نساويها يعني مثل المعموله والعالم عم تساويها يعني بالبيوت يعني حبه بتفور يعني بغض النظر عن جودتها وعن دقه العمل هون انا بتطلع معي لانه بروفيشنال لانه في فرن في عده في خبره ست البيت يعني ممكن يعني يطلع شوي مع انه في ستات بيوت كثير بيشتغلوا احلى من الشيفيه يعني صحيح طيب من هيك الحلو المصنوع بالبيت في ستات بيوت بيعملوه بضل عن جد له نكهه له نكهه يمكن انه مصنوع بحب طبعاً الام طبعاً بتكون مسويته او لانه دائما هي الست يعني او الوالده او جده بالبيت له النفس على الاكل صح. هن بركه يعني بالبيت يعني طيب المامي ما كان لها دور اليوم انك اتجهت لهي القصه يعني طبعاً ما كان في نفس بالبيت بالاصل طبعاً يعني طبعا ماما يعني هي النجاح هي بركتي يعني طيب خلينا نحكي عن المعمول هيك دائما قلنا بكل عيد موجود يا اما راس العيد او المعمول خلينا نحكي عن التطوير اللي صار على حشوات المعمول بشكل عام او هذا اجواء الميلاد في حشوه معينه عم بتكون ايه طبعا هلا عندك العجوه عندك النانرج عندك الفستو عندك الجوز عندك جوز الهند في كثير ناس ما بيعرفوا انه المعمول بصير بجوز الهند وبيطلع طيب هي انا اول مره بسمع كونه يعني كوستو خفيف معمول يعني بجوز الهند ايه كونه كوستو خفيف أوه. يعني النانرج مقدور عليه العجوه مقدور عليها الجوز يعني نوع يعني هو اغلى شيء هو الفستق يعني صراحه يعني كونه هي الماده بحد ذاتها هي غاليه شوي غاليه هيك بنلاقي ستات بيوت يمكن صاروا يحطوا انواع المربيات اللي بيعملوها بالبيت مش اكثر شيء اكيد بنشجعهم نمشي امورنا بحيث انه نحن نحس ببهجه العيد يعني صح. نساهم ببهجه اي شيء يعني اليوم شي بظل هاي الظروف يعني طبعا اكيد يعني اكيد طيب اليوم الشيف عم نشوف هيك مجموعه من الكان الغريبه الكيك الصغير خلينا نحكي عنهم اكثر اليوم يعني مشغولين بدقه كثير حلوه تمام هلا في كنترول يعني هيك بوجه لك تحياتهم يلا شكرا لك لهم بالنسبه للمعمول معمول بدقه طبعا مو بس هي الصينيه هلا نحن اذا بتشوفوا البازارات اللي شاركنا فيها كلها كانت بهي الدقه هون في خبره شخص او في نفس معين هو العيار اللي انا عم اشتغل عليه كل العالم تعرفه كريسيبي يعني كل العالم تعرفه كل العالم بتشتغل عليه بس انا هون كخبره بحس بالعجينه يعني من كثر الممارسه بحس بالعجينه هي ناشفه هي طريه هي بدها سرعه هي بدها مثلا ست البيت بتعمل الصينيه بتستنى ساعه لتشويها بتكون نشفت العجينه بتفسخ معها صح. تمام هون في خبره بس في شيء بده تريح نحن بنعرف ايه طبعا بس مو بدها تريح مو بعد مثلا المعمول ما بيتريح بعد ما مثلا تعمليه بالقالب او عم نحكي عن صنعي. معمول الفستق الحلبي وهذول ايه صار ما بيتريح يعني فورا مباشره على الفرن الافضل إذا كانت العجينة معجونة بالتقنية أو بطريقة جيدة يعني أكيد راح تطلع بهاي الطريقة وممكن أفضل يعني هي عرفنا سر من أسرار المعمول الناجح إذا بدنا نقول طيب خلينا نحكي كمان اليوم عن مشاركتك بالبازارات بشكل عام وإذا كان في هيك بازارات قريبة كنت فيها موجود ايه هلا دائما انا بحب كون بالبازارات لانه هو الاساس هو عمل خيري يعني يعني مو عمل خيري مني شخصي لا من لجان كون كهيئه كنيسه او هيئات اخرى او منظمات يعني مثل التنميه السوريه بنشجع نحن وبحب انا ادخل بهي البازارات لان هي فيها صراحه يعني فيها خبره فيها دعايه في احتكاك مع المجتمع في بترفعي من عملك وبتنعرفي اكثر وبتدعمي لغيرك بتعطي غيرك يعني حلاوه السعاده والنجاح يعني سعاده النجاح انت وقت بتعطي جزء من سعادتك لغيرك لينجح صحيح. يعني ما تكوني انك انا بس بدي انجح أنا لا خلي غيري ينجح معي تمام بتحسي بفرح صحيح بالنسبه للبازارات دخلنا ببازار جديده عرطوز بدايه لخمس ايام بعدين ارتحنا كم يوم بعدين دخلنا بكنيسه الزيتون بدمشق بباب شرقي كمان اربع ايام بهول الاربع ايام كان عندي بازار بس ما كنت انا موجود غير يوم واحد فيه هو بكنيسه مارياس بقطنه وهون وقفنا البازارات نقلنا البازار وكتبت على صفحتي الخاصة فيني بمطبخي انه بازارنا البازارات خلصت بس نحن بازارنا هلأ بلش البازار بعده مستمر لتاريخ اليوم نحن موجودين بالمطبخ يعني اليوم هذا البازار اكيد عم بيراعي ظروف
للناس بشكل عام يعني خلينا نقول اقتصاديا يعني عم تحاولوا اليوم ان شاء الله يا رب يعني. من المشتريات الحلويات حلويات العيد للناس يعني عم تكون الاسعار هيك مناسبه او هلا الحلويات نوعا ما يعني في مقبول وفي بصراحه يعني نوع او نوعين شوي يعني ثقيله وخاصه انه هون بالسمن نحن عم نحكي بالسمن الحيواني ما انه نباتي فنحن وقت بنحكي بالكوست يعني ما في شيء انه كله يكون رخيص بده يكون في شيء اكيد هلا نحن بنعرف في مواد اوليه وبنعرف انه اليوم في غلاء بس بشكل عام بالنسبه للمونه عندي بنحاول نراعي الظرف يعني يعني عندي قسم خاص للمونه كمان يعني حلو كمطبخ يعني تحاولوا من خلال انكم يعني نقدم شيء حتى لو اني نتخل يعني انت بتشتري مثلا كم من عندي بستفيدك من اني نتخل يعني انه حلوه انه دعايه يعني صغيره اي يعني كادو صغير يعني خلينا نرجع لاجواء عيد الميلاد عرفتنا اليوم على راس العيد شفنا الغريبه الكيك كمان في شيء معنا من بعيد الميلاد البشتا نويل حليب اليوم هيك حلو انا بحب الحليب اكثر من الشوكولا انا دائما موجود دائما هي الرمزيه موجوده باعياد الميلاد ناخذ له بصراحه اليوم انا اخترت البيج دانويل ابيض هسه بكل البازارات اغلب الاحيان كان او بالتصوير كان يطلع لونه اسود فاليوم اخترت تحديدا لمبين انه بصير بحليب وبصير شوكولا وهي اكله كثير معروفه ولكل العالم صارت تعرفها البيج دانويل هو اكله ليله الميلاد او ليله عيد راس السنه ليله الميلاد يعني هو بيعبر عن موديله بيعطي نحن بس نشوف هذا القالب بنحس انه فعلا في فرح في عيد في بابا نويل واكله طيبه اللي هي رول سويس رول محشي بالكريم الفانيل والكستنا فهي هي أكلة الميلاد هي أكلة فرنسية أو قالب أو عادة غربية كانوا يعملوا يعني انتقلت معنا من لعنا من زمان مو من جديد يعني من زمن من فترات طويلة صحيح والهلا العالم كله صارت تعرف إنه في بالميلاد في شيء اسمه بيج دانويل لازم ناكل منه يعني الحلويات مو بس طعمة أو طريقة تصنيع أيضا الزينة تترافق مع الزينة اللي عم تكون عم تستخدمها هي مميزة مثلا أو فيها هيك شيء من الطبيعة أو نوع من الروحانية مثلا مثل ما ذكرنا القمح الصنوبر خلينا نحكي عن رمزية هي الأساس اللي بتستخدمها هل أنا بالنسبة إلي حدا بحب الفرح كثير بحب الضحكة بحب الأجواء يعني الجو هيك الجو اللي بيكون فيه سعادة عن جد نابعة من القلب يعني فبحب الشيء دائما بشغلي بربط شيء من الطبيعة بزين الأكل بزين شيء من الطبيعة يعني حتى إكليل الجبل ماري روز يعني بحب أحطها على الأكل مع أنها هي ما بتتاكل هيك لأنه بس بتحب بتعطي جو على الأكل على المنسف على الرز على وهي مفيده بنفس الوقت هون سنوبر هذا طبعا بدي اسالك عن سنوبر يعني سنوبر مربوط كثير هو بعيد الميلاد يعني كونه شجره عيد الميلاد ان شاء الله ميلاد مجيد على الجميع امين يا رب ف بحب زين الصحون بحب زين القوالب بشيء من الطبيعه يعني حلوه الفكره شيف خلينا نحكي اليوم انت معك فريق بالعمل او لحالك فريق بسيط قد ايه عددهم بأيام الأعياد عم نوجد لحد الأربعة خمسة سبعة عطيتهم من خبرتك واللي دائما الشيخ الكارفي صر بيحتفظ فيه لحاله لا أكيد لا صدق أنا بحب قلت لك أنا بحب حدا ينجح يعني بس النفس ما دخل في يعني. ناس بتقبل في ناس ما بتقبل أنا بتمنى الكل يقبل يقبل يعني كيف اليوم عم تشتغلوا مع بعض كيف التنسيق مع بعض هلا تقريبا يعني؟ ك ك كبص كوضع يد شيف كطهي كختم للمصلحة هو أنا الوحيد أنا ما يعني بعدني شوي مو ما عندي ثقة بحدا بحب كون عم أسس مصلحة بحب أني أنا أشرف عليها بالكامل على كل شيء لازم أنا أشوف كل شيء لازم أنا أطبخ كل شيء معي مساعدين عبر ربيهم لوصل لمرحلة أني أنا أسحب إيدي أنه يكونوا خلص محل الياس دائما بنشوف هيك المسؤول او شيخ الكار في منهم بيعطوا اسرار المصلحه فورا في اشخاص لا بيحبوا هيك تدريجيا يعطوا اسرار المصلحه في ناس لا انت من اي نوع بالطبخ بشكل عام
انا بحب اعطي فورا لازم لاني انا انعطيت. صح، انا ما درست دراسه، انا عم اقول لك انا ما درست انا انعطيت. انا في كثير ناس وقفت حدي، في ناس كثير دعمتني، انا لازم ادعم غيري. صحيح، ودائما نحن بنرجع دائما في اساس عندنا بالبيت اللي هي المامي التيتي، هدول الاشخاص بيقولوا وارثي نفسها عن امها عن ابوها. احيانا الاب بيكون نفسه طيب بالبيت يعني. فتحياتنا للمامي اليوم اللي كانت خلينا نقول اساس النجاح بهذا العمل الحلو. شكرا لك شيفو لحضورك، وميلاد مجيد. شكرا لك ولعائلتك وللاخبار السوريه. ميلاد مجيد، ميلاد مجيد على الجميع.